وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وكثيرا من العباد أضلهم الشيطان، أضلهم الشيطان. يقول عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه في قصة، يقول ذكر بأنه أتاه إبليس في المنام، أتاه إبليس في المنام في عرش، يقول جاءني عرش عليه نور، فقال يا عبد القادر أحللت لك ما حرمت على أمة محمد. قال طبعا، يقول قال له يا عبد القادر أنا ربك، أحللت لك ما حرمت على أمة محمد. فقلت اخسأ عدو الله. فقال فلت مني يا عبد القادر، والله لقد أضللت بهذه الكلمة 70 من عباد بغداد، أو فقهاء قال بغداد، أتاهم في المنام بهذه الصورة، فقال أحللت لك أنا ربك، يقول أنا ربك. فيقول عرفت بأنه كذاب، وكيف يخصني بشيء لم يخص به أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. فهذا العلم، العلم يجعل الإنسان يثبت أمام الشبهات، يثبت أمام الفتن، ويثبت أمام المغريات. كثير من العباد زلت أقدامهم أمام مثل هذه القضايا. ثم قال وإن العلماء ورثة الأنبياء. حسبك بهذه، حسبك بهذا، العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. والعلم المقصود فيه علم الكتاب والسنة،